وليد سليمان يتقدم، وليد وصدها صدها صدها طبعا، وهنا في خطأ في خطأ، صدها حارس المرمى بتيسكي، ركلة جزاء مهدرة مفيش مشكلة، الجيات أفضل، راح على الزاوية على طول، أدي البينالتي سليم 100%. وطبعا مع الكابتن سمير محمود عثمان هيكون التحليل للأداء التحكيمي بعد اللقاء. إذا ركلة جزاء مهدرة في الدقيقة 18،